شنو الخطة البديل؟ بعد الكلام مع سياسة وما سياسة ما يفيد. زين. لكن ما نترك. لا شو؟ اشتغل سياسة. نعم. اليوم الشيعة يكون موقف يدافعون عن أنفسهم ومستقبلهم ومذهبهم وديانتهم. تمام. يقولون كنا نخليهم 1%. مسعود البرزاني احتضن السنة وصار مرجعهم حتى يضربون الشيعة. اتفقوا على أن يخترقون الواقع الشيعي، يأخذوا مقتدى ويربوا الآخرين. هذه كلها مخطط. مقتدى الصدري يصير يحكم، إذا حكم في خليه. هسه هو الآن مو حاكم، وهذول الوزراء أجلهم إدانهم، وهذا وزير المالية أسوي له. شو الحكي؟ هو القتال. لكن مقتدى الصدري الآن تيار الصدري كله، أنا خبير به. أنا قاتلتهم بالبصرة وكربلاء وبغداد. ذاك الوقت اللي كانوا وهم جبناء والله ما عندي طيارة واحدة بالبصرة من رحت طيارة واحدة الكابتن مسلحة معها ولا أسلحتنا موجودة أصلا الشرطة كل اثنين بندقية وكسرناهم وهزمناهم وذاك الوقت الإيرانيين قاموا يدعمونهم بصواريخ ذكية أكو صواريخ ذكية اسمها أرش والميثاق صحيح يطوهم إياه ويضربون بها أنتوا الإيرانيين ليش؟ ما بيكم واحد يفكر ويقدر هو هذا مقتدى الصدر يصير حسن نصر الله لازم يسوي حسن نصر ما يصير هو هذا يصير هذا الجاهل الذي لا يملك شيء وكسرناه هسه صارت قبل ايام سمعت بأبي العمارة قتلوا وسام من جماعة العصائر رحمة الله عليه وحسام ردوا اخو وسام ردوا عليهم العصائر نعم قتلوا من عندهم هم ردوا قتلوا العصايب ضربوهم 3-4 قتلهم صارت فتنة إلا شوية مقتدى الصدر لأول مرة يقول نحن من أب واحد سوي تغريدة إحنا والعصايب أب واحد محمد الصدر يعني قتل منهم ها جبن بال على هدومه وجماعة شلة بالحدود الإيرانية لأنه قتلهم 3-4 من عندهم نفس كلام الميرزا قيس شلون قيس قيس زين هو اللي ضربه قصد وياك زين قيس زين بس انتوا الاخرين يعني اخواننا ما الفتح